هنأ مدير الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين أبو محمود الشمري خلال اتصال هاتفي مع قناة صلاح الدين الشعب العراقي وأبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي بذكرى يوم النصر على داعش الإرهابي والذي تحقق بتكاتف الجميع ووحدتهم، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية لملاحقة بقايا فلول داعش ضمن عملية إرادة النصر بمرحلتها السابعة. نعم الشعب العراقي وأبناء القوات المسلحة وأبناء الحشد الشعبي المقدس بهذه المناسبة العطرة لوحي التحديد المناطق الغربية التي اغتصبها داعش المجرم بعد سيطرته لعدة سنوات على هذه المناطق، وبفضل الفتوى المقدسة لسماحة السيد السيستاني الذي أنقذ العراق بها تهافتت الوفود من الشباب لتطوعهم ضمن صفار الحشد الشعبي والقوات الأمنية وانبروا لتحرير أرض العراق الطاهرة من دمج داعش المجرم فيها محور الإقليمي والدولي الذي أراد استباحة أرض العراق ودماء العراقيين، ولكن بفضل الدماء الزكية لأبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية تحررت الأرض من دنس داعش المجرم. فالكل اليوم تماسك مقابل هذه الهجمة الشرسة على بلدنا، وبفضل هذا التماسك وهذه الوحدة تمكنا من إعادة الأراضي المغتصبة من داعش الإرهابي وإعادة الأمن إلى هذه المناطق وهذه المحافظات وإعادة الاستقرار. والشعب العراقي شعب موحد من الشمال إلى الجنوب وأرضه مقدسة من الشمال إلى الجنوب، ولن نسمح لأي جهة كانت أو أي طرف كان أو أي فصيل متطرف كان أن يستبيح أرض العراق مرة أخرى. بفضل الله وفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي وبفضل القيادة الحكيمة للدولة العراقية الحديثة التي هي الآن تسعى جاهدة لإعادة الاستقرار والأمن إلى كافة المحافظات العراقية، ونوصي أبناءنا بعدم الانجرار وراء أصوات النشاز وراء أصوات الفتنة وراء الظلاميين الذين يسعون إلى جر العراق مرة أخرى لتفكيك لحمة هذا الشعب والاستباحة أرضه من جديد. ولكن نقول إن قواتنا على أتم الجهوزية للدفاع عن أرض العراق، والآن أنا أكلمك وتجري عمليات ملاحقة فلول داعش الإجرامي في منطقة مصابيجة وجبال حمرين والزرقاء بقيادة السيد قائد عمليات السيد قائد الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية متواجدة الآن لملاحقة هذه العناصر وضرب أوكارها أينما كانت. فاليوم العدو بات ضعيفا في أضعف حالاته ولا يستطيع عمل شيء، ومن يعول على تنظيم داعش أنه يستطيع أن يستبيح الأراضي العراقية ويهدد أمن المواطن فهو